السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. المقطع اليوم مميز عن المقاطع الماضية، ما هو بنفس الفارم اللي تجلس تلوت فيه وكذا وتعيد وتزيد فيه، لا هذه المرة عندك بوس واحد فيه المشكلة. طبعا اذا ودك تقاتل البوس تحس انه ما فيها متعة السالفة، والفارم هذا ما راح يناسبك هذا الفارم، لكن البوس هذا مثل ما تشوفون راح يجيب لك 42 ألف من غير لا تلمسه ولا لمسه. كل اللي مفروض تسويه انك تخليه لحق، راح تطلع الجبل هذا. طبعا الجبل هذا فيه له شوية السم يرمونه عليك الحلوين هذول الصغار، مدري اذا يبانون ولا لا، والله ما اقدر اشوفهم انا. المهم ان لاحظتهم وانا راجع، لاني يوم تقدمت كثير مثل ما تشوفون، يوم توصل عند الثلاثة هذول تاخذ يسار، هو مفروض انه يلاحق ويكون واصل هنا، لكن الغلطة اللي انا سويتها اني اخذت مسافة كبيرة بيني وبينه. مفروض انك تخلي يعني المسافة بينك وبينه لدرجة انك تقدر تشوفه وراك، عصاته جالس يصقع حوالينك، عرفت؟ ما ادري كيف، بس المهم بتشوفون في الفيديو انه فيه الشادو حقه، انه قريب مرة، انه داخل في الكاميرا، عرفت؟ لدرجة اني ما اشوف شخصيتي. فمجرد ما توصل فوق على اليسار راح يتضرر كثير من السم، وراح تلقى البوينتس بمجرد انه مات من السم فجأة كذا، يعني اختفى الهيلث ويقول لي انه مات هذا البوس، وخذ لك يا حبيبي 42 ألف غير الايتمات اللي راح تاخذها من هذا البوس. طبعا ملاحظة مهمة انك لازم تيجي هذا المكان في الليل، البوس هذا ما راح تشوفه الا لو جيت للرست بوينت وسويت ريست انتل ميد نايت. وصولك الى هذه المنطقة ما راح يتطلب اي شيء، ما تحتاج اي سلاح ولا تحتاج اي شيء، فهذا المدري جلتش اسميه انك تسويه من بداية اللعبة. فهذا اللي يشوف نفسه ما عنده وقت انه يجلس يفرم وكذا، يبقى فارم سريع مرة، هذه الطريقة راح تفيده. طبعا بحط لك مكانها في الخريطة، فيها الريست بوينت قريب، خذه، لا تنسى انك تاخذه عشان لو مت بالغلط من السم ولا شيء انه يمديك ترجع قدام البوس مباشرة، اول ما تطلع من الريست بوينت هذا تشوفها على الجسر قدامك. بس يا شباب هذا كان مقطع اليوم، اتمنى نال اعجابكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية، والسلام عليكم ورحمة الله.